السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة، لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. إذا وصفتنا لليوم هي وصفة رائعة جدا تهم تنظيف القولون. نعرف أن القولون جزء مهم في الجهاز الهضمي، فهو المسؤول عن استخراج الماء والملح للحفاظ على توازن الجسم والتخلص من السموم. هذه السموم المتراكمة في الجسم تؤدي إلى الصداع، انخفاض مستوى الطاقة، التقيؤ، زيادة وزن الجسم، حساسية الجلد، الإمساك، التعب، ألم المفاصل، عسر الهضم، مشاكل في الرؤية، فقدان الذاكرة، الإجهاد، الانتفاخ. كما أنها قد تؤدي إلى مجموعة مختلفة من الأمراض مثل مشاكل في القلب، الربو، حساسية الجلد، وأمراض الكلية. وحتى أيضا قد تظهر لبعض السيدات بقع داكنة على البشرة. وإذا كنت تعاني من الإمساك المزمن ومشاكل في الأمعاء، سوف تحتاج طبعا إلى عمل تنظيف للقولون لكي نساعد في القضاء على السموم في الجسم ولتفادي طبعا سوء صحتكم والإصابة بالاضطرابات السالفة الذكر. إذن يجب عمل تنظيف للقولون حتى يعمل بشكل جيد ويخلصنا من كل السموم المتراكمة في الجلد. إذا لعمله كما ترون سنحتاج إلى الخيار. الخيار من الفواكه الغنية بالماء والفيتامينات، يعمل على تسريع طرد السموم كما أنه يحرك الأمعاء الضعيفة. سنحتاج أيضا إلى البقدونس. البقدونس من النباتات الغنية بالفيتامينات والمعادن، قادر على تحسين عملية الهضم وهضم الدهون والبروتينات في المعدة، كما يساعد الجسم في التخلص من فضلات الغداء التي يمكن أن تتراكم في القولون والمعدة، إضافة إلى ميزته الكبيرة في التخلص من الغازات والتشنجات المعوية. أيضا البقدونس قادرة على يعني تهوية الجسم، يعني إدخال كمية كبيرة من الأكسجين إلى الجسم. سأحتاج أيضا إلى عنصر آخر وهو التفاح. التفاح من الفواكه المهمة والرائعة جدا لتنظيف القولون، يحتوي على كمية كبيرة من الألياف، وعند تناول كميات منتظمة من عصير التفاح فذلك يعمل على تحفيز حركة الأمعاء والقضاء على السموم وتحسين الأداء السليم للكبد والجهاز الهضمي. سنضيف أيضا الخس. الخس يحتوي على كمية عالية من الألياف النباتية التي تساهم في تنظيم أيضا حركة الأمعاء والجهاز الهضمي وتسهيل مرور الفضلات للخارج دون الإصابة بالإمساك المزمن. إذن لنمر لعمل هذه الخلطة المنظفة للقولون والتي تخرج كل التراكمات وكل الفضلات المتواجدة في القولون وحتى في الأمعاء الدقيقة. إذن كما تلاحظون قمت بتحضير يعني التفاح والخيار حتى نعمل عصير. بالنسبة للتفاح، إن كنتم يعني تشترون تفاح يعني يكون قد تعرض للمبيدات الكيماوية، يفضل غسله جيدا أو إزالة القشر بالكامل. أما إن كان التفاح عضوي
فيمكنكم استعماله بقشره طبعا مع ضرورة غسله جيدا. يعني الخس وكذلك البقدونس فقد قمت بتنظيفهما مسبقا، وبالنسبة للخيار فقد قمت بإزالة القشر. بالنسبة للكميات يمكنكم تحديد الكمية التي ترغبون بها، كما ترون وضعت كمية أكبر من التفاح حتى يعطي يعني مذاق حلو للعصير ويعطيه نكهة جميلة. الآن في كأس الخلاط الكهربائي سأضع كل المكونات. سنضع وريقات من الخس كما قلت لكم الاختيار، ضعوا الكمية التي تناسبكم، يفضل يعني الإكثار من التفاح حتى يعطي مذاق حلو للشراب. بالنسبة أيضا للبقدونس إن كنتم تحبون البقدونس ضعوا كمية أكبر، لكم الاختيار. وطبعا سأقوم بوضع كمية التفاح كلها، وضعت تفاحتين متوسطة، ثم سأقوم بتقطيع الخيار. يمكنكم وضع نصف خيارة أو خيارة كاملة، لكم الاختيار. ثم نضع القطع كلها، هو يعطي كمية كبيرة. وطبعا حتى تخلط العناصر يجب إضافة القليل من الماء، لا داعي لوضع أي محليات بالمرة لأنه عصير لتنظيف القولون وليس يعني عصير آخر، هذا عصير صحي بدون سكر يعني مضاف. يفضل تناول العصائر بدون إضافة السكر، يمكنكم تحليته بالعسل، لكن غرضنا من هذا الشراب أو هذا العصير يعني هو تنظيف القولون، لن نضيف أي محليات. ثم نقوم بطحن الكل. إذن هذا هو العصير الذي حصلنا عليه، تعملونه في الخلاط حتى وإن كنتم تتوفرون عن الآلة التي تفصل الألياف عن العصير، فمن الأفضل عمله في الخلاط الكهربائي حتى نحتفظ بالألياف التي ستساعدنا في التخلص من كل الفضلات والسموم المتراكمة لسنين في القولون والتي تعطي مشاكل لا تعد ولا تحصى. إذن كما ترون لون العصير جميل جدا، لونه أخضر وهو لذيذ ورائع جدا وصحي في نفس الوقت. هذه الكمية يعني التي عملت هي صالحة لشخصين، يمكنكم يعني عمل أقل كما قلت، أنتم تتحكمون في المواد، ولكن يفضل أن تكثروا من التفاح حتى تحصلوا على مذاق حلو ولذيذ جدا دون إضافة أي شيء. أكرر، لا تضيفوا سكر ولا عسل، يشرب هكذا. إذن بعد الحصول على هذا العصير تقومون بشربه 3 مرات في اليوم، يشرب قبل الأكل صباحا قبل الإفطار، يشرب كوب مثل هذا، وبعد نصف ساعة تقومون بشرب الماء. بهذه الطريقة ستساعدون على تنظيف أمعائكم وتنظيف القولون من كل السموم، بعدها تتناولون الإفطار. وعند الغداء نفس الشيء، تقومون بشرب العصير من قبل تناول الغداء بساعة تقريبا، وبعد نصف ساعة تقومون بشرب الماء وبعده تتناولون الغداء، ونفس الشيء بالنسبة لوجبة العشاء 3 مرات في اليوم. بهذه الطريقة ستساعدون في تنظيف أمعائكم بصورة جيدة. تداومون على هذا يعني الشراب أو هذا العصير 3 أيام متتالية بنفس الطريقة. بعد 3 أيام ستحسون يعني باختلاف كبير في جهازكم الهضمي، ستحسون أنه صار أخف وأنكم أصبحتم نشيطين جدا وقد زال التعب، وحتى يعني الفتور والإرهاق الذي تحسون به سيصير نومكم أفضل. يعني هذه هي فوائد تطهير القولون، هي التخلص من النفايات والسموم يعني، وجعل الجهاز الهضمي يمتص العناصر الغذائية الجيدة، يمنع أيضا الإمساك وبالتالي نتجنب الإصابة بالبواسير والدوالي، أيضا يزيد من الطاقة والنشاط وتحسين أداء الدورة الدموية عند تنظيف القولون، أيضا ننام بشكل جيد، كما أننا نساعد في الرفع من امتصاص الجسم للفيتامينات والمعادن. تنظيف القولون يخلص الجسم من المواد الكيماوية التي تؤثر على الخصوبة عند الرجال وحتى النساء،
أيضا يحافظ على توازن درجة الحموضة في الدم، يحسن كثيرا من مظهر البشرة ويعالج مشاكلها سواء حب شباب أو إكزيما أو بقع سوداء. وأيضا البشرة تصبح رطبة ونضرة جدا يعني، ولا تكثر بها التجاعيد. وحتى أيضا بالنسبة للشعر، هو غني جدا هذا العصير بفيتامين A، وفيتامين A يعني رائع جدا للشعر، ستحصلون على شعر يعني يصبح أكثر نعومة ورطب وغيره. يعني هذا العصير هو متكامل جدا، سينظف القولون وهذا سينعكس على الجسم ككل. إذا أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الطريقة لتنظيف القولون من كل الفضلات وكل السموم. لا تنسوا لايك للفيديو، شير لمشاركته مع غيركم حتى يستفيدوهم أيضا، وحتى يصل لأكبر عدد منكم. إن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات، لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة، وانضموا للجروب على الفيسبوك، وتابعوني على الانستغرام. وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.